دايما على السوشيال ميديا بيجينا تعليقات سلبية. أنا من الأشخاص يلي بتقبلها أكيد لأنه حرين هن يعطوا رأيهم بكل شيء أنا بقدمه على السوشيال ميديا. بس في مرة تعليق يمكن هو منه كتير مهم بس زعجني. كنت بنيويورك وكانت الدنيا تلج، يعني في تلج وسقعة والحرارة تحت الصفر، وطبعا من المفروض أن يكون لابسة أنا جاكيت فارو بهيدا الطقس. فكمان كنت حاطة على راسي شابو فيها فارو. فكيف اجا تعليقات انه كيف بتلبس قالين فارو جاكيت وبتحط كمان شابو فيها فارو؟ ما فهمت وين عايشين، انه اذا بيفوتوا بيشوفوا السليبرتيز بس يكونوا بهيك مناطق شو بيلبسوا، ما بعرف اذا لازم يعلقوا عليهم ولا لا. فهيدا هيك من التعليقات انه بس ليحكوا، بس غير هيك الحمد لله دايما بتجيني تعليقات ايجابيه. اكيد كل صبيه على السوشيال ميديا بتجرب انه تحمي حالها من التعليقات السلبيه، وانا وحده منهم يعني. هلا انا شو بدهم يعلقوا؟ اكثر شيء على اطلالتي بما اني بمجال الفاشن، فاكثر شيء بيعلقوا شو لابسه قالين على هيدي المناسبه، هل كانت اطلالتها منيحه او مش منيحه. فدايما انا تعلمت شغله انه لما يكون عندي مناسبه كثير كبيره وبعرف انه حينحكى عنها كثير، بجرب اني اعتمد الاطلالات يلي حبتها الناس علي. الشعر ما بحب كثير اني اتفلسف فيه، المكياج الناعم، وبختار فستان يكون فيري سمبل لابعد عن كل هالتعليقات يلي ممكن تجيني.